ناقلت انه الشرطه تخلي دار في منطقه الف دار بالقوه من مواطن، وهذا المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصه. بدنا نسمع حقيقه الموضوع من حقيقة. حقيقة هذا الموضوع صار به لبس كبير وخلاف حقيقة الموضوع. أولا المنطقة الألف دار منطقة كبيرة تم استحداثها حديثا وتوسعت وتحتاج إلى مركز شرطة حسب المواصفات اللي توضعها وزارة الداخلية. مركز الشرطة تم موافقة السيد المعالي على افتتاحه خلال هذا الأسبوع لاكتمال الإجراءات لفتح المركز، وتم تهيئة الدعم اللوجستي. تم تخصيص الدار قبل سنتين من قبل السيد محافظ ميسان لأن يكون مركز شرطة، لكن تأخر إجراءاتنا بافتتاح المركز إحدى العوائل سكنت هذا البيت مؤقتا، والآن تم إكمال الإجراءات الأصولية لافتتاح المركز الشرطة، وأيضا تم مفاتحة السيد محافظ ميسان حول تخصيص الدار لمركز شرطة، وصدرت الموافقة من السيد المحافظ باستخدام هذه الدار كمركز شرطة، لأنه ابتداء تم تخصيص هذه الدار لمركز الشرطة، وسيد المحافظ وعد بمعالجة الأسرة اللي كانت ساكنة في هذا. طبعا للعلم الساكنة في البيت أو في المنزل المخصص كمركز ليست العائلة التي تم الاتفاق معها للسكن خلال هذه الفترة اللي لم تكتمل إجراءات المركز، وإنما قامت الأسرة بجلب زوج بيتها وبنتها وأسكنتها في هذه الدار اللي هي غير مخصصة للمرأة اللي تمت الاتفاق على سكنه. هو الأصل البيت مخصص لقيادة الشرطة أن يكون مركز شرطة الألف دار في هذا البيت، لكن لتأخر الإجراءات في افتتاح المركز رأى السيد المحافظ أنه مؤقت تسكن هذه العائلة في هذه الدار إلى حين اكتمال إجراءات افتتاح المركز. الآن اكتملت إجراءات افتتاح المركز، واليوم إن شاء الله متوجهين احنا مع السيد المحافظ لافتتاح المركز في منطقة الألف دار، منطقة مهمة، منطقة كبيرة جدا فتحتاج إلى مركز شرطة، وهذا المركز هو مصلحة عامة، ووعد السيد المحافظ بمعالجة وضع الأسرة اللي كانت ساكنة في المنزل.